أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن مواصلة استقطاب المنطقة للمشاركات الدولية الواسعة تجسد رؤاها وتطلعاتها نحو الريادة العالمية في مختلف المجالات وعلى كافة الصعد، وهو دليل على تميز المنطقة في التنظيم والإعداد المتقن وفق أفضل المعايير المنشودة، وهذا ما يظهر بشكل جلي من خلال النجاحات التي تحققها الفعاليات المختلفة والمعارض المصاحبة لها. جاء ذلك لدى زيارته حفظه الله لمعرض الرياض للسيارات المنطقة الثالثة من مناطق موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث كان في استقبال سموه المهندس فيصل بافرط الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه، واطلع سموه على الفعاليات المصاحبة للمعرض منوها بما تشهده المملكة العربية السعودية الشقيقة من تطور ونماء مستمر يعد إنجازا يستحق الاعتزاز به، مشيدا بالجهود المبذولة في موسم الرياض بجميع فعالياته والتي تؤكد ما يتمتع به الأشقاء من عزيمة وإصرار على تحقيق السبق التنافسي في مختلف الصعد. وقد قام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بجولة في منطقة معرض الرياض للسيارات اطلع فيها على الفعاليات المصاحبة للمعرض مشيدا بالحضور الجماهيري اللافت لهذا الحدث المميز.